هلا بسوريا أنا كنت حابب إنه أنهي تعليمي وأدرس المادة مادة الفن وأشارك بمعارض إن كانت مع فنانين أو إن كانت معارض خاصة لي. هدفنا هون مخيم الزعتري نحاول انه نخلي السوريين نفسهم متمسكين بوطنيتهم، متمسكين بسوريا القديمة، سوريا قبل الحرب. كمان حابين كمان من خلال الرسومات انه ننهي الحرب. حاولنا انه نظهر للغرب وللعرب ونظهر للعالم بشكل عام بعض الرسومات او بعض الواقع اللي كان عم بيجري بسوريا من خلال الرسومات من خلال المنحوتات. الأحلام لسه ما انتهت حتى لو أننا خرجنا من سوريا.